بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله بنعمة العقل على سائر المخلوقات والأكوان، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإحسان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ولا نحصي ثناء عليه. بدنا كان لك نمك تعني سواس دنهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي موضوع مهم لقابين وقن نفس كتابنا خلي إن شاء رح يسعنك كتاب أصول خلقن. نمسألة نيني الولاء والبراء يستري قلنا قلنا ولاء دي براء دي، ما يجب علينا علمه. الولاء والبراء، والولاء والبراء أصل عظيم جاءت في النصوص الكثيرة. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يعني ورن لهم ولاء دي بلادي براء، ولا مؤمنين سوى علينا مؤمنين سأيدنا بوجاروسي أيدنا جاريوسي النبي يوسي إن جاريودي النبي يودي سو مؤمنين مسلمين نينجن نسرة الأستهالو متابعة الأتصالو نارد الأدرو ناتر كدنرو نارد الشاور دو نا أسر فردو نفعو مغليرت كريتر تأييدر أستهالو كهب نهر أستهالو نادي دو نار أستهالو نارد أستفيد نار أستهالو ناتوان قر نار أستهالو وريغنين جارودي نبي دي يوتي جهجن أريو مقول جارودي خيرودي تقشو قو جار سير قشو قو جار لير قابو قو جارو نفعلا ريو نين كود الله بر استرام من نمشا كفار سنك مشركين سنك نين أستاهلني معنا هجن نين وهابنا كدنون لغن لا لا ريس قابينا دي بنقون وريوخ الله سبحانه وتعالى دليل نعصوه قلنا إن موضوع ولا دي براء دي ورن أكد من موضوع مهم جدا. نحن قاعدين نركاي أخطوجن بإذن الله عز وجل دليل واسست خبو واسست انتونا دليل سمعي واسنا خبو انتخونا دليل كذلك عقلي هم بق نينا وكناد آيات الله سبحانه وتعالى ذكر كله لا لا ريد ذكرنا لبون دليلي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى شنكم كو يا أيها الذين آمنوا واصلا يا أيها النداء جن شنكن وفلان وفلان دك وفلان دغرا وفلانت يرسنك بالضبط جن يا أيها الذين آمنوا مؤمن أخر ذنبي إسلام أخر ذنبي يا أيها الذين واصلا دوي معنا نين شنكن إن أكان الدوي تشهره واستشهره ورا هم بكون ندمبي إن شنكن ندمبي ورا يروجن إنسان شنكن ذنبي وفلان يوكي يي يرو لدمي خبر أوروك أغن ورن أغن أن خبرنين أنت بنور متان يا أيها الذين واسنا أنت بنور مدوين شنور نشانهن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يهودي نصارى دي ناس والينو لم أولياء ينو قدوتينو ين ميرحتين تكيو ين خيار ين أردت ناس أسينا شخنيني إسلام أخنا دم وريه ناو بعضهم أولياء بعض أخيرير تتروق ناو
هم يتولوا منكم فانه منهم ناتن كلاه ناتر فدل ده دين لي اسلام لدر ايمان لدر نال دين يسنقن والله سبحانه وتعالى وعيد وعاد كلهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى اللي ينقل وكتش نقول يا أيها الذين آمنوا يو انتن آمن دناخر انتن مؤمنين أنت بها لبك غامدا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن ممنوعة إن الذين يعني إشارة جنين إنكو إن دينينا خصي وعب سنكر يعني سبه لل سنكر جديت كميجي وبو أهمية وغنى وقوله نجاب كتاب أنت تأخذ يبوم يهود الأخينين ورنصارى أخينين أخوك أخينين نكونين وعلينا ولا مش خني نأسر فرنا شخني تبعنا ولا مش خني نادين أدنى شخني ينادين دميز سنا شانقون ينادين فلي سنا شانقون ين مسلمين جن ين مؤمنين جن دينينا ورا يكوننا ورا أمانا كوننا وهابنا من برتنا كوننا الدينين نيوك ينادين لهم بوك إزتين أخدي ين نصر دي ين عوتي دي ين تمكين دي ين فوز دي الدينين للآخر واتقوا الله إن كنتم مؤمنين تقوى جاركم من ذلك مؤمنين أخنين جاركم إتنا شانقون إن ناس أتبعنا ولا مشاخني إن ناس آمنا بهم شاخني إن ناس نأسر فرنا شاخني إن ناس نوتونا كانك تونا بهم شاخني وريقوا مؤمنين قال حاجات دوسة ونا شهرون حدود شانقون يلدوينا دينينا قن ينت مرحق ينساكت خلق سنا خلق خلني خلق أخنا مرزق أخنا ساكت هم بلا منينا أنبياء الرسول دين شاقوا قلنا ولا دي براء دي سينو ورأسر لي فرنكن والأسر لدك هبتنكن نيني ترون رمتان جار خلقهن. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى إن آياتنا ناو شنو الترتيب والله مؤمنين يو مؤمنين أنت بها جار لي لا رجع بيزقى أنت ولاد أخن أنت شان أخينين أنت أكل أخينين أخوك أخن أنت دين لي لا رجع بيزقى أنت دين دي يعني إذا أنت هون تدين لهم بقى معناها هذا ندين لي لا رجع بيزنا شو بشغلني ندري سنتن وازدين ديبو لا رجع هيا كل شغله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يعني فعلى الناس قرينكم قرون قد كان لكم أسوة حسنة يعني أنبياء نجاب الجو مش ينخن إن الدين عند الله الإسلام آدم تلترين أنك يتل أخرازك دين ورنك الإسلام جن إن شرعي اختلفوا لكن دين لاهون ثقافة دي شرائع دي تفاصيل دي ممكن اختلفوا لكن آدم خلق صوته أدام خلق صوتك نجيت الأخرازك لاهون إن دين إن الدين عند الله الإسلام يكونكو إن أنبياء نجاب لكم أسوة وقلنا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ورانا قلنا يعني نين خلاصتنا موضوع ندخ أخوك أخن جارن قط عليه عبد نوغن جار ده شريك اسي نوغن جار بوك جار سن بنا منو نيسن كيدا هم بوك نيسن فدل سا هم بوك نين كيدا كنا يحس كتوانا أتبع قلم أن يتقلم يوك برا يكون مؤلف ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا وهو عدو لمحبوبه وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال ومواداتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجدهم يوادون أي يطلب ودهم بكل طريق وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته والدعوة ودعوته للحق ولا نقل معناها يعني أخوك أخ الإنسان قوك جارك للشنكيسي قوك جارك للتنبي يا ني جازن كلكن جا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعهن ممكن عن الاسلام كن ان ياو دمرن اتبعك هلو ني انكل ني انسان انت ني انكل دخسي يعني ني رادار جربرك ني تكر ني تكر جربرك ني يوسي كار اسرك نجربه سير نحفظرك جازن كل دخل الله دمبي ني يوسي كار اسي إسقيه يعني رجع منا يقول لك رجع نجربه سكر إسي نرديه سكر إسي نيمراه سكر إسي وراني يعني الله سبحانه وتعالى نجربه يعني مؤمنين لا أمة أخذنا شحنه في كذا أن كفار ستبعنا ولا مشاخني أيدنا ولا مشاخني إسلام لتفضلنا ولا مشاخني أرنا ولا مدنبي لكن ما نعيش أخلاني بالتي أحسن دعوة قدمنا قلهم حق سوادحنا قلهم وادحنا قلهم معاملة كريمة عملنا لهم معاملة حسنة عملنا لهم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.